Bonjour les amis, nous avons une petite sortie avec les élites. On va aller dans un village juste à côté, à 25 km à la tangent. C'est Hjar Nhel. On va passer une nuit là-bas, on va faire un camping, en mode camping, barbecue le soir. Moi, je vais vous donner un peu de programme, il y a le on va pas faire le camping sauvage, mais on va faire un camping plutôt un bivouac. عند واحد السيد تنعرفوه ديجا لي زيليت كيمشيو عندو من شحال هادي كي ماشي كيما با بوغ لو كامبينغ مي كيمشيو تما كيدوزو لو ويكاند كيشوفو كيتساراو. حنا غادي نمشيو هاد السيد عندو ان جيت تما افيك دي شومبر. حنا انا بريفيري فير لو كامبينغ بلي طون ديالنا بالمسائل ديالنا وفير ان باربيكيو لو سوار ان شاء الله. توتاير غادي نفيلمي لكم كل شيء باش تشوفوا كومون سا سباس. راني معطل بزاف على الدراري باسكو نورمالمون كان خاصني نتلاقاو مع 2 اور. دابا هادي 2 اور و30 مي ما خديتش باسكو كانت عندي الخدمه. دونك ساليت شويه معطل, ساليت حتى 1 اور و30. دونك ما كان عندي كي ندير. دابا راني غادي شويه مكسيري باش نوصل عليهم ما يطلعش ليهم الدم. دابا نقربت ما بقاش ليا بزاف, قربت عندهم قليا قليا واحد 3 مينوت. هوبلا يلا سير. بون جو كخوا كو جو سوي با لو ديرني, مازال مكاينين لي مجاوش. Enfin, on a salt. هلا عفانا بدري صافا. اهلا لاباس مزيان. اش كتعاود؟ هذا ولدو ديال ياسين. ياسين قولي يا فيصل انت صافي واجد؟ غاتمشي معانا؟ لا محاوله. لا بروتيكسيون راديواتور سا عندك. يلا خويا ادريس نمشيو. ليتس جو. اجي تصور معنا اخي, هز الدرابو د فينيزيا ايس خصنا نلبسوك الجيلة اخي. لا لا خليك خليك الدنيا هانية. لا لا انت ما تبانسين. شكرا. هانية انا نيك منه ماشي مشكل, عندي لورا معاك. اللهم بارك اخويا فيصل, اللهم بارك. الاس اش بياسة حية 2020 اخر ما غنات. وفين هو الكاسك؟ البس الكاسك. الله الرايدر راه راكب اللور اليوم غتركب في عاد غتبات سيس تما. وما كندخلوها لتما. اوكي فاك جربها دابا. ها اختاش ما بغيتي عندك تجربها اخويا. هادي شويه ثقيله وعاليه, هذا هو لانكونفينيون ديالها. باغ كونتر هاديك ديالك اللي بلو براتيك و بلو مانيابل. ها جربتها تخي مانيابل. ما تاخذش لادفونتور. ها
غتاخذ العاديه. نديرو شي قدام نصورو لي زامي، نديرو لهم شي فيديو زوين. فيصل انت الاول هاكاك، الله يرضي عليك انت الاول. انا المعلم. ولا دبرتينا هاد اللي كانت مسخوط عند دريس، ها هادو ديال الغادي اللي غطالع بالجبل ديال السكي ديال دريس. يلا سير 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 سير، زيد 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 يا فيصل، زيد زيد اخويا فيصل. ها يلا سير الاخره ديال لاي غوبور، ياك لاي غوبور ياك سير هاد السرابوره ايما ما تخلي حتى شي واحد. شنو فيصل؟ بلاتي بلاتي انقد قصاك حتى غادي يعوج، ما حسيتيش براسك مايل؟ ماشي مشكل، ها ماشي مشكل، راه شاد مزيان. سير اخويا فيصل على الله، سير على طفي سير. ها هو متق. اوكي. يا بسم الله. على بركة الله. Let's go. كان خاصنا نخرجوا مع ثلاثة، دابا ثلاثة وربع، بون هانك غادي ديال الغطاء، ولكن احنا غاديين كلشي مشارجي. هوب 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 هوب، خويا فيصل غادي بالصاك مايل جنب وغادي مكسيري، ما عندك ما تسالو. ها انتوما تفرجوا تفرجوا، كي لا جيس لا بام لا حتى شي حاجه، ما كاين غير الاس اش وجبد الريح. غادي جنب. ها رانا شي تحيه، بونجور. والله الا فيصل لا واعر بالله، فريمون واعر. ها انت مديباني مرقع على طون ديالو اللور الصاك ديالو، وكاع هز كثر مني جايب مخدام معاه مخشية بداك الصاك. المخدة ديال الكومبين كضرب عنقو، جايبو المخدة ديال بيت النعاس ديالو غيكومبي بها، وجايب الاس اس. يلا اللي غادي نمشيو ليها اللي سميتها حجر النحل، على السما هو حجر النحل. الوغ هاد البلاصه هادي شحال هادي كانت فيها اون فاليز، وفي هذيك لا فاليز كانت متقبه، كانوا فيها دي ترو، وهذوك لي ترو جاو النحل من عند الله ناتوريلمون، وداروا لي روج ديالهم وسط من هذيك البلايص، سكيفي ولا تما كاينه كاين النحل، ومن تما جات التسميه ديال هاد حجر النحل، وبقات بحال هكا حجر النحل من داك لي بوك. ودابا مازال كتمشي لواحد البلاصه كيسميوها هما الحجره، وكتلقى هاد القضيه هادي كتلقى لي روج ديال النحل، ومن تما كيجبدوا حتى العسل ديالهم على هاد حدا هاد لو فيلاج. هذا سان فيلاج على باز، حداه كاين اون فوغي اللي هاد لا فوغي هادي تطل على واحد الواد سميتو تاه الدارت. المهم كاين دي فلامون غوز، مناظر زوينه. راه سويطرا ملي غنمشيو ليها راه غادي نوريها لكم. فيلاج هو ايوا لا فاليز فينا هي، هادي هي والو واقيلا الى ما خفت نكتب ندورو من لهنا. كنا جينا لا ديغنييغ فوا اون روبيراج، كاين والله ما بقيت عاقل. من هنا نعاودو ندورو من هنا، الى ما خفت نكتب وي هي هادي. نستناو الاخرين
اوكي كلشي هنايا شاك سير غير واحد شويه على داكشي سبقتهم من هنا كنا وي ماكوش انا ما عقلتش كاين غير هنايا حتى ها وي حنا وصلنا يلا خلينا نشوف وين حطوا هاد اوكي اوه هبلستي اوف طلعنا لا طونت هيا هكا كطلع سخفاتني كتجبن قال دي مينوت كطلع ها بانش لي انا دي مينوت اخي هادشي كثار من دي مينوت لي طونت كاملين ها هو كلشي هنايا لي طونت ديال لي زامي كاملين هنايا لا طونت ديال لطفي ها هو اول حاجه الله يسقيك بخير اخويا اللوغو ضروري هو الاول اللوغو ديالنا ديال ايليت ها هو ها انت ايليت هذا الجروب ديال ايليت السفراء ديال السلام السفراء السلام كيتمشاو في اجر المغرب باش يكتشفوا نعم سيدي الاثارات والمناظر والمنتجعات المياه والغابات السياحية صافا عندك طيح لي لاطون ديالي من الصباح انا مدابز معاهم وي صافي برافو عليك ها هي اونفان لاطون لون غايدر بون هادي ليكم لا بريزونطاسيون ديال لون غايدر المهم ديال 10 مينوت باش كطلع ما كطلعش 10 مينوت 10 مينوت الا كانوا دو بيرسون يطلعوا 2 مينوت بوغ اون سول بيرسون 10 مينوت امبوسيبل 10 مينوت خاصها مينيموم واحد 20 مينوت تجيبو ها هي هنايا عندنا ديباغا الا بغيتي تجلس تحط حوايجك نورمالمون هنا كتدخل لا موطو من هنايا الداخل عندك فين كتنعس سيتو ها هي عندها دو بورت لي سامبا هو عندك واحد لي دو بوش هنايا فين تحط يدخل مزيان البسطام خليته هنا كنت غنساه و فوالا ها الداخل هنايا فهمتي ما طلع هي نورمالمون بور دو بيرسون مي بون هنا تشوفو سي تي زافير سي تو تو سول دابا ما ندخلوش ليها حتى المود ديال الصح بون دابا غادي نخرجوا من هنا وغنمشيو نديرو واحد لا روندون انت لو نشوفوا هاد الحجره اللي كيهضروا عليها هنا فيها واحد 30 مينوت غنوريكم كلشي تما حنا غاديين هنا نورمالمون كان الواد ما بقاش ما بان لي واد ها هو التراجي ديالو كامل بان لي راه شاحت مابقاش فيه قطره ديال الماء حنا دابا غاديين نشوفو هاد الحجره الافامز حجره ديال النحل في الغابه دابا هوب هوب فيصل عييتي ها يلا اوه طلع كتسخف سير على لطفي
ماشي اوا حسن غيعطيكم واحد الدرس على البانمي على الدوم دوم هذا الدوم هنا هو قصير يلا اخي الدوم معروف عند المغاربه من زمان كانوا كيستعملوه كيديروا به الشطاطب الشفنج كان كيزلك فيه الشفنج كيسموا به الشطابو او كيسموا العزافه اللي كانوا كيعزوا فيها الديور هنا في الشمال كيديروا كيفرشوا الفرماج داك الجبن العربي جبن بلدي جبلي جبلي هاك اخي اشرح لنا هادي كما كتشوفوا هادي حجرة السوق هذا تسمات حجرة السوق هادو الناس ديال الدوار كانوا كيجيو لهنا كينطلقوا الاسواق اللي مجاوره بحال دابا حد الغربيه ديال الخميس لانجرا كانوا كيمشيو من هنا وكانوا كيمشيو من هنا حتى لفاس الناس ديال هنا كيتجمعوا هنا المحطه ديالهم ديال الدوار هاد الدوار هذا مع دواور اخرين بحال دابا سقد لالمان ديال الدعيدعات هاد الدواور كاملين كيتجمعوا لهنا هنايا ومن هنا كينطلقوا كانوا باش كيمشيو كانوا الجمال والبهايم هادشي اللي كاين يعني بحال دابا الفاس كان المده تقريبا شهر حد الغربيه يمشي في الصباح في العشيه يجي كذلك الجهه ديال الخميس بن عروس يمشي مثلا في الصباح في العشيه يروح بالليل مع العشاء الليل 9 الليل يكون هنا في الدار هاد المحطه هذه كيجلسوا فيها باش كيتجمعوا كذلك عاوتاني الارامل نسى مثلا ديال الدوار هنا شي واحد مثلا غادي للسوق كيتسنى كيطلعوا هذيك النساء تاع الدوار كيصيفطوا معاه مثلا عطاوه الدجاج ولا عطاوه البيض ولا شي حاجه يعني في هذيك الوقت ما كانوش فلوس كانوا كيمشيو يديو البضاعه ويجيبوا بضاعه القايده كان هادشي اللي كان على هادشي باش تسمات حجره السوق يا الله تبارك الله عليكم عيد هاد الشجر هاد النوع بالامازيغيه كيتسمى تيده تيقولوا ليه تيده تيده voilà oh bleu français donc il y a deux variétés qui est c'est le pain P I N ou l'autre l'épicéa vous voyez on me rappelle cette chose là qui a des aiguilles mais c'est des feuilles et les aiguilles تاع qui dorment l'année complète qui tombent là et le place اللي كيطيحوا فيها لي زيغوي ما كتنبت حتى شي حاجه تحت الشجره لاحظوا البلاصه هذا الشجر كله كيتمنوا ما كينبت والو واش يمكن فيهم شي ماده سامه او شي حاجه كوي المهم الشجره بحال كتحمي راسها من دوك النباتات الطوفيلي اللي ممكن تاخذ الماء والاملاح المعدنيه وداك المسائل سو بروتيج واه وا راه قالها قال القبيله داك لا غيزين اللي كت اون غيزين بحال لاكول وي تري زين في الماد بحال ليسانس هادي دابا تلوح شي وقيت لهنايا تجي الغابه كلها سي بور سا كيكون عندهم هنا كيتحرقوا دغيا الغابات رابيدمون ا كوز دو سا شنو هي شجرة البلوط؟ ها كنا في السيمانة اللي فاتت كنا في بلوطة فينا هو ما كليناش كاع البلوط اوكي يلا سي حسن زيد اللي كتكون في الشجرة هذه هي سكون ابيل لا بوم دو بان سي سا لا بوم دو بان هي هذه وي لا بوم دو بان ها سي كون في دي بينيون لو فوي ديالها لي بينيون Les qui se met au snowboard, qui se met au snowboard. Ah, la crème de Zgougou. Ah, وقيد ها فيصل كريم دو زغوغو غير تمشي لتونس جيبها لينا نصلا نشوف واحد المنظر فريمون زوين بزاف دابا شنو سميت هاد الحجره هادي هاد الحجره ديال المنظر قال لك لطف اوه ها نتوما على في بانوراميك با 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 اوه على منظر سي با واش كيبان بحال اللي كنشوفو حنا فريمون واحد لافيو مانيفيك في بانوراميك راه هو كيبان لنا الواد ديال تاه الدار هذاك الواد ديال تاه الدار ياك يلا با حسن عطينا شي معلومات جغرافيه على هاد البلاصه هادي هاك اخويا الكلمه ليك حنا كنتواجدو دابا حنا كنتواجدو في هاد الحجره هادي سميتها حجرة
البانوراما حتى هضرت كما كتشوفوا واحد المنظر بانوراميك هما كتشوفوه الاراضي فلاحيه شاسعه والمحميه ديال طه الدار هذه المحميه ديال طه الدار المساحه ديالها تقريبا 14000 هكتار المساحه ديالها كتبدا من المطار ديال بنو بطوطه تما كانت واحد الضايه ديال السيدي قاسم كعيط ولا فين هذيك الضريح كانت تما واحد الضايه كانت تما من تما كتمشي للبحر البحر تاع الاصيله اصيله ما زرعت نيس اليماني حد الغربيه ما زرع حد الغربيه ما زرع حجر النحل كنمشي وتهبط للقزنايه وكنمشي هي هذه المحميه طه الدار علاش اسمها محميه طه الدار كما كتعرفوا النهر ديال طه الدار هو اللي كاين في الدخله ديال بريش هذيك الواد هذاك ديال طه الدار كذلك باش تعرف هذه محميه طه الدار في 2005 تمت محميه طه الدار كان واحد الاتفاقيه ديال رمسار في ايران كانت من تما ديك الساعتين تختارت محميه طه الدار ومعروفه بالفرشه المائيه كاين واحد الفرشه مائيه هائله هنا بين حجر النحل ودعيدعات ومن حتى للبحر كتصنف من الاوائل في العالم واحد الفرشه مائيه وكاين واحد الطائر مهدد بالانقراض هو الحبار الملتحيه كاين الحبار الملتحيه وطارد بغبي حبار الحبار الملتحيه هذا النوع عاد في التسعينات كان بكثره دابا حاليا ما بقاش في المنطقه ديال حجر النحل ولكن في هاد كوفيد هاد شهر 4 5 6 بان هنا في هاد المنطقه ديال حجر النحل بان حيت كلشي وقف كان الحركه وقفت ورجع لهنا هو فين كيتواجد دابا كيتواجد في المزارع تواجد في المزارع ديال حد الغربيه والتيس ديامين تما كيتواجد هاد الطائر هذا ما بقاوش بزاف شي 17 هما اللي كاين حاليا وكاين في مولاي بوسلام كاين شي حاجه ما عرفتش العدد شحال بالضبط تمايا ومهدد بالانقراض والحبره الملتحيه الوزن ديالها 16 كيلو حتى 17 كيلو الذكر كيوزن هذا والانثى 5 كيلو كتوزن قادر على الطيران واو شوف هانتوما مناظر واعره بزاف هنا هي كما قال لنا السي حسن قالك نورمالمون هذه ماشي غابه طبيعيه هذه غابه كتكون مغروسه علاش حيت هانتوما الا لاحظتوا الشجر كاملين اليني نورمالمون ملي كتكون غابه ناتشورال ماشي كيكونوا الشجر اليني بحال هكا كل شيء علي هنا غتبان مزيان شي كيبانو الشجر علي اوفا وصلنا للحجرة ديال النحل ها هي لا فاميز حجرة النحل يلا شكون غيطلع الراس يغوت الاول كون غيطلع الاول يلا نديرو الاسكالات شكون يطلع دابا داك الكاف شنو فيه ما في كان نحل انا مشوش كاين كهف منقوش نخلو نشوف لا لا ماشي بزاف ما كاينش الماء بزاف واه شو لا كهف فريمون مانيفيك دابا شنو قلتي لي حسن هنا شحال هادي كنحل هنا في هذا الكهف الشقايق هنا الداخل كيكون نحل علاش دابا كتشوف هاد العافيه هاد الدخان من هاد الدخان هاد الدخان هذا الناس كانوا كيعطوا الاخر العواد باش النحل كيخرج بحال ما كيخرجش هما كيقطعوا العسل هنا انت شتي دونك كانوا كيديروا العافيه هنا باش كيخرج كيديروا الدخان باش النحل كيخرج يدخلوا يجبدوا العسل وهاد النحل هذا اللي هنا كان بلدي ياك نحل طبيعي هنايا نحل طبيعي يلا طلع نطلع فوق الحجرة على كل شيء
يلا كلشي غوت. فيصل اطلع اطلع فينا ما يلا وصلنا مدقدقين سخسخين عينا بزاف نتسنى و باخوندو اون دوش نديرو شي كليسه زوينه ان شاء الله يدا صغار كيلعبو الله انا رايدر هيا كلشي تسولي نقولكم كلشي تسولي فريم واعر سي بيان دوماج مازال شويه مانيفيك